نهني سي وليد صادي على انتخابه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نتمنى له التوفيق، نتمنى انه كل اللي مهتم بكرة القدم كل الناس اللي موجودين يعاونوه يقدموا له الإعانة، وهذا هو باش نقول له بالتوفيق إن شاء الله. دائما الرجل المناسب يفوز ثقة الجمعية العامة، نظن دليل على أنه هو الشخص المناسب في هذه المناسبة. أكيد لازم استقرار، وهذا وجودنا اليوم هو لقول أنه يجب على أن يكون هناك استقرار، لازم تكون هناك سكينة، لأنه اللي لازم يعمل ما يقدرش يعمل في ظروف الفوضى اللي ممكن تكون كانت موجودة. حاضر ثاني في الجمعية العامة؟ حاضر ودائما حاضر إن شاء الله لخدمة كرة القدم، وحاضر لخدمة وطني. شرف الدين عمارة موجود دائما. لا، وقوفي مع الكرة الجزائرية، ووقوفي كذلك حتى مع الأشخاص ذوي الكفاءة والأشخاص اللي جايين بنية صادقة لخدمة كرة القدم الجزائرية. نظن انه لازم ندير ثقه كما اليوم دار الجمعيه العامه دارت فيه ثقه، نظن لازم ندير ثقه في سي وليد صادي وجمعيه. نظن ما نظنش كان جمعيه عامه كامله تخطئ في اختيارها. اليوم هذه الجمعيه العامه راهي اختارت شخص نتمنى له التوفيق. كرة القدم الجزائرية محتاجة إنسان، محتاجة هدوء، محتاجة سكينة، باش الناس كل تخدم في يعني تخدم في هدوء، وخاصة للمرحلة اللي جاية لكرة القدم، مرحلة ممكن نقول مرحلة حساسة، لازم الجميع يحط اليد في اليد باش نفوت هذه المرحلة. هذا من الماضي، الحين أنا نقول ما نظنش كنزيدوا نرجعوا لهذه. اليوم اعتبروا اليوم باللي اليوم هذا عرس، وممكن ان طي للصفحة الماضي، وان شاء الله تكون طريق للامام. خليوا الماضي للماضي، الماضي للتاريخ وللمؤرخين. بالتاكيد مسؤولية من غير ما يعني يشير لها اي انسان وحتى ممثل فيفا، المسؤولية احنا واعيين بها. كل واحد عرف شوية هذا المجال، كل واحد خدم في هذا المجال، وكل جزائري واعي بالدور اللي لازم يؤديه. كما قلت لك قبل، من خدمة وطنه كل واحد راهو موجود باهي يؤدي الدور اللي عليه. قلت لكم المرحلة اللي جاية مرحلة حساسة، لازم فيها تضافر الجهود. نظن ان مرحلة عندنا كاس افريقيا، عندنا تصفيات كاس العالم، عندنا تصفيات اخرى، هذا بالنسبة للفريق الاول برك، لكن كاين تصفيات اخرى، كاين الشباب، كاين تصفيات الكرة النسوية، كاين تصفيات الاندية، كاين منافسة الاندية.